اهلا متابعي القناة نيشان. الان حنا كنشاهدوا هنا ما بين الجمعيه وكذلك الناس اللي مضرورين اللي خصهم الماء. يعني حنا كنشاهدوا واحد كاين هنا واحد ما بين هنايا كما كتشاهدوا متابعي القناة نيشان. الان حنا كنتواجدوا بالدور بدوار بن عيوش هنايا بمدينه نواحي مدينه مراكش كما كتشاهدوا. يعني هناك تجاوب ما بين رئيس الجمعيه وكذلك الناس اللي ضايعه بالهدايا. يعني كذلك معنا احد الجمعويين. شنو المشكل ديال هذه الانتفاضه؟ السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، شكرا لكم اخويا على الحضور ديالكم. بالنسبه للمشكل اللي كان هو اصلا راه اصلا كان المشكل يعني اصلا المشكله كان ماشي ما كانش معناها اول مره بيكون المشكل. المشكل هو كان في الاول هو اصلا الفرشه المائيه. يعني هذا كان. يعني هذا تهديد كتسمعوا هذا السيد كيهدد الناس. سير بالنسبه للكلام ديالو على حسب داكشي تيقول هو. بالنسبه للمشكل اللي كاين هو الفرشه المائيه، يعني الفرشه المائيه قليله ما كايناش. الفرشه المائيه كما قلنا ما كايناش قليله. وبالنسبه كما تتشاهدوا معنا ها هو الشاطو كاين قدامكم 67 تما تقريبا طن غير كافي بالنسبه للدواور. يعني ملي جينا عند لونيب عطاونا قلنا واخا ماشي مشكل اننا نزودوكم بالماء، قلنا شي بس ما كاين تزودنا من الطرف تزودنا من الماء عندهم، ولكن الماء اللي عطاونا كان في المده الاولانيه تقريبا واحد 15 يوم كان الماء كافي. ومن بعد اكتشفنا انه الماء غادي تيقلل، يعني الماء تاع لونيب تا هو قلل، الماء تاع لونيب تا هو قلل. والمشكل الوحيد كما قلت لك يعني الماء ديال لونيب اللي عطاونا الماء قليل بزاف ما كافيناش. هذا تدخل تنطلبوا من التدخل ديال رئيس تنطلبوا التدخل ديال الجماعه باش يدخل في هذه القضيه ديال الله يجازيكم بخير ويتم التزويد ديالنا بشاطو ثاني باش نلبيو حاجيات ديال المواطنين، لان عدد المواطنين اللي كاينين في هذه الدوار تيتجاوز تقريبا 1055 تقريبا كونتور ديال الماء اللي كاينه غير كافيه. وبالنسبه للشاطو كما تتشوفوا راه 67 طن بالنسبه للدوار كبير راه ما كافياش. يعني الطلب ديالنا هو انه يتبدل لنا يا اما يبدلوا لنا المحطه اللي حاطين منها الماء لان الماء عاطينا تما قليل، يبدلوا الوجهه الاخرى باش يكون الماء كافي. الله يجازيكم بخير. والطلب الله يجازيكم بخير. بالنسبه للناس راه القطر لقوا المشكل، حنا كمسيرين للجمعيه راه تلقوا المشكل حتى في الخلاص. يعني الناس ما تديش اللي عليها ما تخلص المسائل اللي عليها، كاين ناس مخلصه كاين ناس ما تخلص. يعني مثلا غدا ولا بغدا الدراهم الماء ديال هنايا ما تلقاوش باش نخلصوه. يعني الناس يقولوا تيجيهم 80، حنا في الاول كنا دايرين 6 دراهم من الناس من لونيب، ارتأينا اننا ريحنا مع عباد الله ونقصنا لهم، يعني جعلنا 4 دراهم ونص، هما تيقول لك 6 دراهم، 6 دراهم ما كاين. ارتأينا ان ذاك الماء تاع البيت نعاونوا به شويه، نزلها تقريبا 4 دراهم ونص، راه هادشي اللي كاين. وبالنسبه للساكن الله يجازيكم بخير، تنطلبوا انهم يقوموا بالكشي اللي عليهم الواجب اللي عليهم، ومن بعد اي الباب ديال الجمعيه حنا موجودين ما عندناش مشكل. يعني كما جاء لسان احد رئيس الجمعيه يعني حنا كنسمعوا الان سمعت انا يعني كتسمعوا التهديدات كيهددوا بالقضاء ولا هذا راه كلامكم انا تبعي حقكم تبعي حقكم غادي تيسب وتيهدد وكيقول لنا شي هضره اللي ما هياش هو اش غيقطع هو كاين بعدا باش يقطعوه ما كاينش تيسب هو اصلا ما ساكنش هنا هو كان اسمح لي هو مننا تصدع على الماء صافي حيد منا من الرئاسه ديال الماء حيد منا مننا تصدع على الماء حيد منا يعني ما خصوش يهضر يا شيخ كيسب دابا وكيعير وحالته بحال مالو وتيهدد فينا هو امين المال هو ما بقاش مكلف بالماء مكلف بالماء هو اللي غيهضر هو اصلا مش داير مشاريعه داير دير هو يا تجي عندكم 100000 عندكم 2000 عندك يتسنتي ليا
اللي صدق عندها مشكله مشكين لا مش كيف تجي عندك؟ كما قلت لك اخويا بالنسبه للقضيه يعني كما تيقولوا هاد الناس انه كاينين تهديدات كما جاء لسان احد هويا يعني احنا متابعين ديالنا شوف يعني احنا متابعين قناه النشال يعني كما كتشاهدوا يعني كاينين تهديدات امام هو يعطيونا الراجمه ولا نور نيبور لاش نكلف كي تيخلصوا عباد الله الدور غادي يخلصوا الدار ما هادشي راه ماشي حل قال لك لا راه كاينين الناس الدراويش راه كاين هادي لا خويا ما كديتوش على المسؤوليه عطيونا لا سميتو تكلف بينا ونخلصوا الما اللي جاتو شي حاجه في المره غادي يخلصوا حنا اللي كنعرفوهم. شكرا متابعين قناه نيشان الان غيكون لنا بث مباشر اخر والى اللقاء في بث مباشر.